أهلا بكم من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز العناوين. إنجازات 2019، مصر تقود الاتحاد الإفريقي. افتتاح أنفاق 3 يوليو وتحيا مصر في موسوعة جينيس. محفوظ ويعقوب من الأزهر إلى أسوان. بطولة إفريقيا الاستثناء المصري. وإليكم تفاصيل النشرة. بقوة عادت مصر إلى إفريقيا، وبتقدير عادت إفريقيا إلى مصر. بعد أن حاول البعض الفصل بين الكيان الإفريقي وقلبه مصر، ففي العاشر من فبراير 2019 تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وخلال الرئاسة لمصر حدثت طفرة واضحة في العلاقات الإفريقية بالدول الكبرى على جميع المستويات، خاصة الصعيد الاقتصادي. وسعت القارة السمراء قدما لتحقيق آفاق جديدة في بعض القضايا السياسية والاقتصادية. وكان أبرز الإنجازات مشاركة الاتحاد الإفريقي في تعديل قواعد المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، وتعاون الاتحاد الإفريقي مع الصين لإيصال الكهرباء ل 600 مليون إفريقي، ودخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ. نجاح الاتحاد الإفريقي في توحيد موقف القارة في الأمم المتحدة حول صك الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وبدء خطة إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي. وعلى طريق التنمية، شهدت مصر افتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها أنفاق قناة السويس. ففي 26 من نوفمبر الماضي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات في نطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، وأبرزها المرحلة الأولى في ميناء شرق بورسعيد، ومحور 30 يونيو بجانب أنفاق 3 يوليو بجنوب محافظة بورسعيد، التي تعد من أكبر المشروعات القومية وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، كما تربط الأنفاق الجديدة بين قارتي إفريقيا وآسيا، وتمر أسفل المجرى الملاحي للقناة على عمق 42 مترا من سطح القناة. أنفاق بورسعيد نفذها 6000 عامل ومهندس مصري بأيديهم فقط. نفذ المصريون أيضا محور رود الفرج وكوبري تحيا مصر وفقا لأعلى المواصفات العالمية. وبعد الافتتاح، نشر الحساب الرسمي لموسوعة جينيس العالمية عددا من الصور لمحور رود الفرج، معلنا عن دخول كوبري تحيا مصر بمحور رود الفرج الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبري معلق في العالم بعرض 67.3 مترا. ومع نجاح الإصلاح الاقتصادي، تحسن أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة، والتي تم تحديدها وفقا لمؤشر مورغان ستانلي خلال الفترة من الأول من يناير حتى 16 من ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبيل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار. كما أكدت وكالة بلومبرج استمرار احتفاظ الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداء أمام الدولار على مستوى العالم في العام الماضي، وهو الأداء الأفضل للجنيه منذ أكثر من 20 عاماً. وكان من أهم الظروف المحيطة بتحسن أداء الجنيه المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية نهاية نوفمبر الماضي، بجانب تحقيق معدلات قياسية في موارد النقد الأجنبي وارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هل تذكرون أبناء الظلام الذين يحاولون اغتيال رموز مصر فعلياً أو معنوياً؟ بعيداً عن محاولات الظلام، ارتفعت أنوار أديب نوبل النجيب محفوظ كقيمة مصرية خالصة فرضت نفسها عالمياً. فتم افتتاح متحف نجيب محفوظ في تكية محمد بيك أبو الدهب بالأزهر في 14 من يوليو، ليمثل قيمة كبيرة ويخلد ذكرى نجيب محفوظ الذي تظل علامة كبيرة في تاريخ الأدب العالمي، ومع عبقري آخر، حيث شهدت أسوان في 27 من نوفمبر إزاحة الستار عن تمثال العالم الكبير سير مجدي يعقوب، الذي وهب حياته ووقته وجهده وعلمه لصالح البشرية كواحد من أساطير الطب، والذي عاد لبلده ليؤسس أكبر مراكز علاج أمراض القلب في العالم على أرض أسوان الطيبة. وفي وقت قياسي، نجحت مصر في تنفيذ البنية التحتية لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبتنظيم تم وصفه الأروع نظمت البطولة من 21 من يونيو إلى 19 من يوليو 2019. وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: أهنئ مصر على هذا التنظيم الممتع لكأس الأمم الإفريقية، حيث قدمت بطولة ممتازة. لقد أبهرت مصر العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة. وقال معاذ
عيجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، كانت البطولة استثنائية بكل مقاييس، والتنظيم كان مبهرا، والحكومة المصرية لم تبخر جهدا لضمان نجاح البطولة. وبعد كأس العالم في روسيا كان على الكاف تقديم بطولة استثنائية، وهو ما حدث في مصر. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.